نعطيك الحالة الواقعية اللي بمستشفى مصطفى باشا البارح 10 نوفمبر 2011، ان حاليا عندنا متواجد 8 8 نوفمبر، ان حاليا عندنا 31 شخص راهم متواجدين بمستشفى مصطفى باشا، كان 5 7 في حاله الانعاش، وفاه وحده. ان عدد المواطنين اللي يجونا الى مصلحه استعجالات كوفيد في خلال 24 ساعه ماهوش عدد هائل، ماهوش عدد يقلق، ان العدد تاعو يتراوح خارج الاسبوع بين 2 إلى 3 اشخاص في الاسبوع. ربما ان بعض المصالح الجواريه تغلق ابوابها، يجونا 5 7 ندخلوا يوميا الى المستشفى، هذه الحالات اللي تستدعي باش يدخلوا المستشفى ما بين ثلاث حالات. نقص كما قلت، نقص عدد كبير، عدد الوفيات نقص الضغط على مراكز الانعاش الطبي المكثف، الا في بعض الحالات اللي يبعثوها من مصالح مستشفيات اخرى. اننا نجم ناكد ان الحاله الحاليه ما راهيش مقلقه بالنسبه لمستشفى مصطفى باشا، رانا نخدموا في ظروف لائقه، وما فيش هذا النوع من الهلع اللي انا نسمعوا فيه تاع موجة رابعة وبدات وتخوف. ما راناش في الاخر. احنا فاش يقلقنا هو ان لاحظنا للاسف ان مازال مواطنين مازالهم ما يديروش وسائل الوقاية هذيك، خلاص تخلوا عليها. وكذلك لاحظنا مازال عزوف المواطنين على التلقيح.